أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من بودكاست العلوم الحقيقية. الإشاعة حول الخراف التي تدور حول نفسها لاثني عشر يوما. إعداد عمر مريواني. التعليق الصوتي حسن الرياحي. يفتتح منشور على تويتر موضوع الخراف التي تدور حول نفسها مبتدئا بالأسباب لا بالخبر. والأسباب هي علوم زائفة من قراءة أول سطر من المنشور. ازداد تذبذب طاقة الأرض من 5 هرتز إلى 40 هرتز في حزام فان ألين، مما يعني أنه سيستمر في الازدياد بسرعة كبيرة لدرجة أن يصبح اليوم 16 ساعة وليس 24 ساعة. ثم المزيد من التفاصيل حول مغناطيسية الأرض، طبعا لننفي ذلك قبل أن نمضي نحو قصة الخراف التي تدور حول نفسها لاثني عشر يوما، فإن اليوم لم يقصر بعد. وأن تذبذب طاقة الأرض هو مصطلح غير علمي، وأن التذبذب في حزام فان ألين لم يبلغ 40 هرتز، ولا ندري من أين جاء صاحب المنشور بهذا، وأن ذلك لا علاقة له بالخراف التي تدور حول نفسها لسبب ما. يجذب حزام فان ألين الكثير من أصحاب نظريات المؤامرة المخلوطة بالعلم الزائف. توماس كوان يعول عليه كثيرا أيضا. أما في الفيسبوك فقد اتفقت صفحات جمع الإعجابات على رواية واحدة، وهي ارتحال أقطاب الأرض، الأمر الذي حير الخبراء. ولا ندري بالتحديد من هم هؤلاء الخبراء الذين احتاروا في الأمر عدا صاحب الصفحة الخبير الأول. وبالتأكيد لا نستطيع تحميل الخبراء أكثر من الاستيعاب الممكن، لكن ربما سمع أحد هؤلاء عن ظاهرة انعكاس مغناطيسية الأرض، والتي ينقلب فيها الشمال والجنوب المغناطيسيين للأرض، في أمر يحدث بنطاق يتراوح بين آلاف إلى ملايين السنوات. وكان آخر حدث من هذا القبيل قد حدث قبل 780 ألف سنة، ويستغرق الانقلاب آلاف السنين للحدوث أيضا. أي أنه ليس أمرا يمكن أن يدركه الخروف أو أصحاب الصفحات بسرعة، كما لا توجد أي أخبار من أي جهة علمية تداولت أمرا كهذا. تزيد المزاعم على أن الدوران يحدث في العديد من الحيوانات لنفس السبب المتعلق بمغناطيسية الأرض، وهذا في الحقيقة عبارة عن مزيج بين فكرة علمية وأخرى غير علمية على الإطلاق. تستطيع العديد من الحيوانات استشعار المجال المغناطيسي للأرض، وثبت أنها تستخدمه للتنقل مثلما نستخدم البوصلة. كما استطاع علماء كثيرون دراسة تلك القدرة بدقة وتحديد البروتين المسؤول عنها، وهو الكريبتوكروم. ومن الأمثلة على تلك الحيوانات الخفاش البني الكبير، وسلمندر الكهف، ونحل العسل. غير أن ما هو غير علمي في فكرة الربط بين المغناطيسية والدوران هو افتراض أن الحيوانات ستدور لو حدث شيء ما بالمغناطيسية، فقط لأننا نتذكر المحرك الكهربائي واكتشافات أورستيد حول الكهرومغناطيسية، أو ربما للربط بين دوران الكواكب وجاذبيتها، ربط غير صحيح مع المغناطيسية. على الرغم من ذلك، فإن هناك بعض الربط البعيد بين المغناطيسية والدوران لدى بعض الحيوانات. باختصار، لا علاقة بين الأمرين، ولم تتغير مغناطيسية الأرض، ومجاميع الحيوانات تمضي بحركات دورانية لأسباب كثيرة، ليس المجال المغناطيسي للأرض واحدا منها. السبب الرئيسي لدوران الحيوانات البحرية مثلا هو التغذية، حيث لاحظ علماء يابانيون بدراسة أجريت على دورات الحيوانات البحرية أن ذلك كثيرا ما يحدث للبحث عن الطعام، وفي بعض الأحيان التزاوج. وفي حالات معينة هناك اعتقاد أن الدوران لدى الحيوانات التي تمتلك القدرة على استشعار المجال المغناطيسي الأرضي، فإن إجراء دورتين أو ثلاث يشبه إعادة ضبط لجهاز الملاحة الخاص بالحيوان. لكن الدوران بشكل عام ليس حالة غريبة، ولا يحتاج أن يحدث لأيام لأن شيئا ما حدث لمغناطيسية الأرض. أما السبب الآخر الشائع بعد التغذية فهو الأمراض باختصار، وهو الحل البسيط لمعضلة الخراف التي تدور حول نفسها في الصين. يسمى مرض الليستيروس بمرض الدوران،
وهو يصيب الدماغ ويسبب تشنجات في الوجه أو شللاً، بالإضافة إلى الاستلقاء أو الدوران. يحدث مرض الدوران أو الليستيريا المولدة للخلايا الوحيدة نتيجة للإصابة ببكتيريا معينة. تنعزل الحيوانات المصابة في البداية وتتكئ على الجانب المصاب بالدماغ، ثم تبدأ بالدوران بذلك الاتجاه. رغم جميع تلك التفسيرات والرحلة العلمية الواسعة التي يمكن أن تأخذنا نحو الفيزياء والأحياء وعالم الحيوان، فإن الفيديو الأزرق الكئيب للحيوانات التي تدور يبدو أكثر تشويقاً للكثيرين، وهذا ما يراهن عليه العلم الزائف دوماً، تهويل المجهول. شكراً لحسن الاستماع، وإلى اللقاء القريب في حلقة جديدة من بودكاست العلوم الحقيقية. دمتم في رعاية الله وحفظه.